عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات المتواصلة على غزة والأونروا تؤكد أن العدوان تسبب في أكبر عملية تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948. استشهاد فلسطينيين اثنين خلال مواجهات جنوب الخليل وعمليات دهس وطعن في تل أبيب تسفران عن مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين. إصابة سفينة بضائع أمريكية بصاروخ قرب عدن باليمن، وواشنطن تعلن إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن استهدف حاملة طائراتها جنوب البحر الأحمر. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكثر من 100 يوم مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد خلاله أكثر من 24,000 شهيد و 60,000 مصاب وأكثر من 8,000 مفقود، فضلا عن تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية. وفي اليوم الواحد بعد المئة أبهر خلالها الشعب الفلسطيني العالم بصموده وصلابته أمام بطش الاحتلال في ظل قصف غير منقطع برا وجوا وبحرا على قطاع غزة. لليوم الواحد بعد المئة يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، واستشهد خلال 24 ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 33 مواطنا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة. كما شهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا مكثفا. من جانبه وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الأوضاع في قطاع غزة بالكارثية بسبب البرد الشديد وظروف النزوح. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24,100 شهيد فلسطيني منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوضحت السلطات الصحية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 60,834 فلسطينيا، مشيرة إلى أن نحو 132 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 252 آخرون خلال 24 ساعة الماضية. انقضت المئة الأولى وازدادت يوماً، ولا تزال فصول المجازر والإبادة الممنهجة تتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، بينما العالم خجلاً في بيانات ودعوات لم تكف الأدنى حماية للألاف من قصف وبرد وجوع. مصر على عهدها في مساندة قضيتها التاريخية عبر دبلوماسية مكوكية لا تكل، ساهمت في تغيير مخططات التهجير التي تم الترويج لها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين. كذلك بذلت مصر جهوداً ضخمة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين، إضافة إلى جهودها في محاولة التوصل لهدى وصفقات التبادل الأسرى والمحتجزين.
في تل أبيب يبدو أن صدمة 7 أكتوبر لا تزال سارية المفعولة، فدولة الاحتلال تأبى على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة وتواصل مجازرها بلا هوادة في قطاع غزة في عملية بهتت أهدافها، فلم تستطع سلطات الاحتلال الوصول للمحتجزين أو إنهاء ضربات الفصائل الفلسطينية، لتستعر نيران التظاهرات في تل أبيب رفضاً لسياسات الحكومة اليمينية الحالية التي تواصل قصف قطاع غزة في وحشية قد تفاقم النزاع إلى توترات إقليمية. وفي المقابل تتمسك الفصائل الفلسطينية بتواجدها في مواجهة عملية الاجتياح البري، وتتمكن بين حين وآخر من تحقيق نجاحات ضد قوات الاحتلال التي أعلنت مقتل 188 من عسكريها منذ بدء العمليات البرية في غزة في أكتوبر، إضافة إلى إصابة المئات من جنود الاحتلال. الوضع الميداني بالقطاع المنكوب يشير وفقا لتقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم، ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. رغم مرور 100 يوم الأولى إلا أن أفق الحل لا تزال ضبابية وسط تحركات ضعيفة للقوى الكبرى التي تسيطر عليها أجنداتها الخاصة، بينما كانت تحركات شعوب العالم أكثر ضراوة عبر خروج بمئات التظاهرات مطالبة بوقف هذه الحرب التي تعد جرحا غائرا في ضمير الإنسانية. قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن القصف المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة أدى إلى أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948. وأوضح المسؤول الأممي أن ملاجئ الأونروا أصبحت مكتظة بالنازحين الذين يفتقرون إلى كل شيء من الطعام إلى النظافة إلى الخصوصية، مشيرا إلى ظروف غير إنسانية يعيشون فيما تنتشر الأمراض وتقترب المجاعة بشكل سريع. هذا وأكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، أكد أن النظام الصحي في قطاع غزة يقف على شفير الهاوية مع التوصل العدواني الإسرائيلي على القطاع على مدار 100 يوم. أشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إلى أن مستشفى فقط من 15 أصل أو من 36 مستشفى يواصلون عملهم على نحو جزئي في ظل نقص للطواقم الطبية المتخصصة وانعدام الوقود والكهرباء ما تسبب في وفاة الكثير من المرضى والمصابين، لافتا إلى أن 85% من مجمل سكان غزة نزحوا عن ديارهم. قتلت إسرائيلية وأصيبت 18 إسرائيليا آخر بينهم حالات حرجة في عملية مزدوجة وقعت في بلدة رعانانا بالقرب من تل أبيب في الداخل الفلسطيني المحتل. أوضحت شرطة الاحتلال أن العملية وقعت في 3 أماكن مختلفة من رعانانا، مشيرة إلى أنها تمكنت من اعتقال منفذي العملية بعد مطاردتهما، وأكدت أنهما من بلدة بني نعيم شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. وأكدت الشرطة أن 13 أصيبوا في عملية الدهس، بينما أصيب 6 آخرون في عملية طعن. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد شاب وفتى وأصيب 9 آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت شابا من داخل محل تجاري يملكه. وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات بالرصاص وعشرات حالات الاختناق بالغاز. وأكدت أن قوات الاحتلال استخدمت الشبان دروعا بشرية خلال المواجهات المندلعة في دورا. كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور نقابية.
وقال المتحدث باسم الجامعة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة واعتدت على 2 من أمن الجامعة، تم نقلهم إلى المستشفى واعتقلت الطلاب جميعهم الذين كانوا يعتصمون في الجامعة منذ 25 يوما لمطالب نقابية تتعلق بالطلاب. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل اليوم 101 على قطاع غزة. أعرب أشتية عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا قانونيا ومستندا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إننا نأمل أن لا يتم تسييس المحكمة وأن يكون قرارها مهني قانوني مستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاء مع نهاية هذا الشهر، فإننا نأمل أن يكون القرار الأول حول وقف العدوان قبل ذلك. من جانب آخر، إنني آمل أن يتم السماح للصحافة الدولية من الوصول إلى داخل قطاع غزة ليتم توثيق الجرائم التي ترتكب هناك. إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول. كما أطلب من الصليب الأحمر ممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم. أعلنت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تستغل ضعف الموقف الدولي لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستعمار وجرائم المستعمرين. قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك إن الوضع في قطاع غزة حاليا أسوأ مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945. وأكد بوريك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة وتشريد 1.9 مليون شخص فضلا عن نفاد المواد الغذائية. وفيما يخص الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أكد بوريك دعمه للدعوة المرفوعة ضد إسرائيل، مشددا على أن بلاده ستقوم بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص. أكدت وكالات الأمم المتحدة أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض الكثيرين للمزيد من الأمراض. وقال رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة الصحة العالمية إن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة يعتمد الآن على فتح المزيد من المعابر الحدودية والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميا والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية. Yeah.
يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول الأجنبية. وتستعد أكثر من 90 شاحنة للدخول إلى قطاع غزة عبر المعبر، بينها شاحنتان تحملان كمية من غاز الطهي الخاص بالمنازل وأربع شاحنات وقود. وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء العدوان نحو 9000 شاحنة تحمل عشرات الآلاف من أطنان المساعدات والوقود إلى أهالي القطاع. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. واستقبل المطار اليوم طائرة مساعدات كويتية تحمل 40 طنا من المساعدات وثلاث سيارات إسعاف مجهزة لأهالي قطاع غزة. هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي إلى 486 طائرة، من بينها 395 طائرة حملت أكثر من 13,000 طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 91 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية. تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة كبيرة من الانقسام منذ أحداث 7 من أكتوبر الماضي، خاصة في ظل فشل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في تحقيق أهدافها المعلنة حتى الآن. على الصعيد المجتمعي تزداد المطالب بإطلاق سراح المحتجزين، خاصة بعد مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حالة من الغضب. أزمات وخلافات مستمرة يعيشها الداخل الإسرائيلي منذ أحداث 7 من أكتوبر الماضي، خاصة في ظل فشل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في تحقيق أهدافها حتى الآن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، فضلا عن المزيد من الخسائر في صفوف القوات والمعدات الإسرائيلية. فعلى الصعيد السياسي تعيش الحكومة الإسرائيلية حالة كبيرة من الانقسام ظهرت بشكل جلي خلال اجتماعات مجلس الوزراء السياسي والأمني، بعد أن هاجم عدد من الوزراء رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي. مشادات كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين وهاليفي بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 من أكتوبر، مما أدى إلى توتر شديد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر وإثارة جدل بين الوزراء. مسؤولون عسكريون وسياسيون سابقون أعربوا عن شكوكهم بشأن قيادة نتنياهو، حيث وصف رئيس الوزراء السابق إيهود باراك هجوم 7 من أكتوبر بأنه أشد ضربات لإسرائيل، مشيرا إلى أنه يتعين على تل أبيب أن تجد طريقة ليحل أحد محل القيادة الحالية، مطالبا برحيل نتنياهو. على الصعيد المجتمعي تتزايد المطالب لنتنياهو بإطلاق صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة يتم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، خاصة بعد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار حالة من الغضب في صفوف الإسرائيليين، محملين نتنياهو وحكومته مسؤولية ما يحدث لأقاربهم. أما اقتصاديا، أدى طول أمد الحرب في غزة واتساع نطاقها إلى ضرب الموسم السياحي في إسرائيل، كما هبطت حركة التشغيل في مطارات إسرائيل الكبرى وفي مقدمتها بن غوريون الدولي بنسبة 80% عن معدلاتها الطبيعية، وأخطرت هيئة المطارات الإسرائيلية 600 من موظفيها بأنهم في إجازة مفتوحة بلا أجر نتيجة للخسائر الضخمة. كما
توقع بنك إسرائيل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه انقساما كبيرا قد يؤدي إلى الإطاحة بها خلال الفترة القادمة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بضائع سائبة من أعلاب بصاروخ قرب عدن باليمن، ويأتي ذلك فيما أوضحت شركة أمبري الأمنية البحرية البريطانية أن السفينة ترفع علم جزر المارشال ومملوكة للولايات المتحدة. ونوهت الشركة إلى أن الهجوم استهدف مصالح الولايات المتحدة ردا على ضرباتها العسكرية لمواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثي في اليمن. أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع قوات الحوثي في اليمن، وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن اتخذت الخطوات اللازمة تحسبا لأي هجمات انتقامية من قوات الحوثي، وشدد على أن الغارات الأمريكية التي كانت تهدف إلى عرقلة قدرتهم على شن الهجمات كان لها أثر إيجابي، معتبرا أن خيار قوات الحوثي الأنسب هو وقف هجماتهم في البحر الأحمر. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هدف بلاده تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. أوضح سوناك أنه يريد استعادة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن المنطقة واجهت سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل قوات الحوثي على السفن التجارية. هدفنا هو تهدئة التوترات في المنطقة واستعادة الاستقرار فعليا في المنطقة. لقد واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية، بما في ذلك الهجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا غير مقبول. لكن من الصحيح أننا اتخذنا إجراءات متناسبة ضد أهداف عسكرية لإرسال رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، لكن كان ذلك الملاذ الأخير. قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن بلاده ستنتظر قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد قوات الحوثي في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي. وأكد وزير الدفاع البريطاني أن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي بغض النظر عن رغبة بلاده في المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. بريطانيا تعتزم إرسال 20,000 جندي للمشاركة في مناورة للناتو في أوروبا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجوماً صاروخياً على منطقة كورسك الروسية. أوضحت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 صواريخ من طراز توشكايو أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك جنوب غربي روسيا دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجوم. وصواريخ توشكايو هي صواريخ باليستية تكتيكية قصيرة المدى. أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن الجيش الروسي نشر 10 سفن حربية من بينها حاملة صواريخ مسلحة ب8 صواريخ من طراز كلايبر في مهمة قتالية بالبحر الأسود. وأوضحت البحرية الأوكرانية أن هناك سفينة حربية روسية واحدة تبحر في بحر آزوف والبحر المتوسط من دون أن يوجد بينها أي حاملة صواريخ. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق أن التهديد بشن ضربات صاروخية روسية موجهة لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية.
أكدت الرئاسة الروسية الكريملين أن النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون موسكو ممكنة، لكنها عديمة الأفق على حد وصفها. أوضح الكريملين أن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا في ظل إحجام الغرب وكييف عن مراعاة اعتباراتها الأمنية. مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية، قدمت أوكرانيا صيغة سلام لإنهاء الصراع الدائر مع روسيا وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من أنحاء العالم في دافوس، ناقش المشاركون مقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي يتضمن 10 نقاط تهدف إلى تحقيق السلام في البلاد. محادثات السلام التي تحتضنها سويسرا على هامش أعمال منتدى دافوس العالمي تهدف إلى وضع اللمسات النهائية على الصيغة المبدئية للسلام في أوكرانيا لتشكل أساساً المراحل المقبلة من عملية السلام. محاولات التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية لن تجد لها سبيلاً للتنفيذ ما لم يجد القائمون عليها أرضاً مشتركة تسمح بانضمام روسيا للمفاوضات، وذلك وفق ما أكده وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس. آمال كبيرة وضعتها أوكرانيا على دول جنوب العالم ودورها في دعم صيغة السلام وتغيير موقفها المحايد من الوضع الراهن في البلاد. وعلى الصعيد الميداني، اعترضت روسيا 3 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة كورسك الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، كما تم اعتراض 17 صاروخا لراجمات هيمرس وأورجان وإسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة. ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها الجهات المانحة بتقديم 4.2 مليار دولار لدعم المناطق التي مزقتها الحرب في أوكرانيا وكذلك اللاجئين الأوكرانيين في عام 2024. وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث إن مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في حالة رعب وصدمة وحرمان من احتياجاتهم الأساسية في مناطق على الخطوط الأمامية للحرب، داعيا لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا. Almost as many as those who are internally displaced, 4 million around the country, places of some safety. 3.3 million live in. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزمها إرسال نحو 20,000 جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف الأطلنطي في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري. وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس قال إن لندن سترسل نحو 20,000 جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف الناتو منذ نهاية الحرب الباردة. وتشمل عملية النشر 16,000 جندي سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز F-35B وطائرات استطلاع. حان الوقت لجميع الدول الحليفة والديمقراطية في جميع أنحاء العالم لضمان نمو إنفاقها الدفاعي، فبريطانيا ستلتزم بإرسال 20,000 جندي للخدمة في جميع أنحاء أوروبا، ويشمل النشر 16,000 جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في أوروبا الشرقية في الفترة من فبراير إلى يونيو، فضلا عن مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية وطائرات مراقبة. أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ومحمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكن التحكم فيه. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تجربة إطلاق الصاروخ لم تؤثر قط على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي، مشيرة إلى أن الهدف من التجربة كان التحقق من خصائص الانزلاق والمنورة للرؤوس الحربية المتوسطة المدى والتي تفوق سرعة الصوت وقدرة محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل المطورة حديثا. تنطلق اليوم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا في أول اختبار رئاسي ورئيسي لتحديد إن كان بإمكان المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب هزيمة خصميه نيكي هايلي ورون دي سانتس. ويتوقع أن يفوز الرئيس السابق الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات بأول عملية تصويت في البلاد تجرى في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي ببطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.
تحظى ولاية أيوا الأمريكية بوزن كبير في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو نصف قرن، وذلك لأنها تعد نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. تعد ولاية أيوا نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل وصول ماراثون الانتخابات إلى نقطة النهاية نوفمبر المقبل. استطلاعات الرأي تمنح الرئيس السابق دونالد ترامب والساعي للعودة إلى البيت الأبيض أغلبية أصوات الجمهوريين في مواجهة منافسي نيكي هايلي ورون دي سانتس، رغم الاتهامات القضائية الموجهة إليها في ولاية أيوا وعدد من الولايات المحافظة الأخرى. يتمتع ترامب بقاعدة جماهيرية كبيرة قادرة على غض الطرف عن مشاكله القضائية، فيما لا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل 3 أعوام يثير انقساما في الولايات المتحدة. ترامب صاحب 77 عاما، أمامه الكثير من الملفات القضائية الأخرى في العام 2024، حيث من المقرر أن يمثل أمام القضاء في واشنطن في 4 مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات في العام 2020 في جورجيا. يأتي ذلك فيما تجرى في اليوم التالي، أي في 5 مارس، نحو 15 ولاية من بينها مين وكولورادو تجرى الانتخابات التمهيدية، وهو ما يعرف أيضا بالثلاثاء الكبير عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع. أما فيما يخص المنافسان الآخران، فقد حظي حاكم فلوريدا رون دي سانتس بإشادات لأدائه القوي في 4 مناظرة في ألاباما الشهر الماضي، فيما تسعى حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي لخوض مواجهة مباشرة مع ترامب في ولايتها المفضلة نيو هامشاير، حيث يسمح للمستقلين بالتصويت، وهو أمر يمكن أن يعزز حملتها بشكل كبير. كل ذلك من أجل خروج مرشح واحد يمثل الجمهوريين في مواجهة مرشح الحزب الديمقراطي كما اعتاد الأمريكيون في السنوات الأخيرة، أو حتى مرشح من طرف ثالث قد يكون مستقلا، وهو أمر نادر الحدوث. هذا ويعد الرئيس السابق دونالد ترامب أحد أبرز المرشحين لانتخابات الحزب الجمهوري، ويتنافس أمام ترامب عدد من أعضاء الحزب لكن حظوظهم أقل من ترامب. يعتبر نظام الانتخابات التمهيدية المباشرة في الولايات المتحدة عملية حزبية داخلية تجرى لاختيار مرشح أو أكثر من حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات العامة، وذلك عن طريق عقد انتخاب داخلي بالحزب نفسه. وجاءت فكرة الانتخابات التمهيدية جاءت للحد من سيطرة رؤساء الأحزاب على اختيار المرشحين.
في لقاء خاص مع التلفزيون المصرية قال زين دانجور المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل وقف حربها على غزة والموافقة على إدخال المساعدات. وأضاف دانجور أن بلاده بالإضافة إلى العديد من دول العالم تقف ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وأنها تعد إبادة جماعية. نحن أوضحنا قضيتنا أننا ندافع ضد الجرائم الإبادة الجماعية في غزة، تدمير المنازل، قتل الأنفس، العيادات، المستشفيات وكل البنى التحتية المدنية، وجمعنا كل هذا في حوالي في ملزمة، وقلنا أن حوالي 24,000 طفل تم قتلهم، وكل هذا يشمل أو يتضمن تحت مسمى الإبادة الجماعية والمبيت بالنية من قبل، وقضينا طلبنا أن يقضى في هذا الأمر بشكل ممنهج، وقلنا أن رئيس الوزراء نتنياهو وأن باقي أعضاء الحكومة يجب أن يوقفوا هذا، وأنهم مجرمي حرب وأنهم متهمون بالإبادة الجماعية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، حيث أشار إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع طيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجدير المائي بين الطلاب بالمدارس. وأكد المركز نقلا عن وزارة الصحة أكد أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم. وأشار المركز الإعلامي أيضا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف. أهلا بكم مجددا. لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز، لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب. وأثبتت مشاركة مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها تفاعلها المستمر ودورها الريادي. من الفكرة إلى التأسيس، لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي. وخلال قمتها الأولى في العاصمة اليوغوسلافية بلغراد في العام 1961، بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول المؤسسة للحركة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف الحركة. ومنذ هذا التاريخ وتبدي مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي. مشاركة مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول النامية. وبحسب الرؤية المصرية للحركة، فترى القاهرة أنها تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والإقتصادية
الاجتماعية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب التي تعد إحدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها أعضاء في الحركة. فالموقف المصري إزاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية حاليا عكس تمسك مصر بالمبادئ الأساسية للحركة، وهو ما ظهر في تناول قضايا الدول النامية خاصة في إفريقيا، مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة وصولا إلى التعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة. تأتي قمة حركة عدم الانحياز 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي لقوات الاحتلال على غزة والوضع المتوتر في البحر الأحمر. إنها أجواء تذكر إلى حد بعيد بما كان عليه الحال في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ذروة الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي وحلفي وارسو والناتو. وكانت تلك الأجواء هي التي قادت حينها الدول التي لم تسعى رسميا إلى التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وفضلت أن تكون مستقلة أو محايدة إلى تشكيل تجمع غير منحاز إلى أي من المعسكرين تحت اسم حركة عدم الانحياز. وتأتي قمة حركة عدم الانحياز 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الروسية الأوكرانية. وتأمل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية أن تكون القمة 19 لحركة عدم الانحياز محاولة لإيجاد الحلول للتحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين. وتسعى القمة 19 لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم من خلال إيمانها بضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في الجولة السادسة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا دينا، شكرا فاطمة. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. كما أشاد البنك بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. جاء ذلك في التقرير الانتقالي لعام 2023-2024 والذي أصدره البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح وتشجيع ريادة الأعمال. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين الأجانب، فيما ملت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقية 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.836 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.6% ليغلق عند مستوى 26,250 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 1.32% ليغلق عند مستوى 6,220 نقطة.
وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبة تقدر ب 1.9% ليغلق عند مستوى 8809 نقاط. أظهرت بيانات حكومية سعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة تراجع إلى 1.5% في شهر ديسمبر الماضي من 1.7% في الشهر السابق. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في شهر ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5%. وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3% في عام 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بالتضخم عند 2.6%. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة لكم مرة أخرى دينا وفاطمة. شكرا منا على هذه الوقفة الاقتصادية. وختام نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات المتواصلة على غزة، والأونروا تؤكد أن العدوان تسبب في أكبر عملية تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948. استشهاد فلسطينيين خلال مواجهات في جنوب الخليل، وعمليات دهس وطعن في تل أبيب تسفران عن مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين. إصابة سفينة بضائع أمريكية بصاروخ قرب عدن باليمن، وواشنطن تعلن إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن استهدف حاملة طائرتها جنوب البحر الأحمر. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.